حيت المغاربه شحال هادي ما فرحوا، وكنتمنى الثقه ديالنا ترجع في المنتخب ونفرحوا ان شاء الله. خليتي بنتك وجيتي باش تفرحي؟ حيت ما يمكنش نجيبها تخلع، ما تفهم والو مسكينه، صداع والناس بزاف وداك الشيء، وهي باقا بيبي ما تقدرش. نرجي سعد ديالك انك تجي للستاد دونور وما تفرجيش في الدار، حيت هنايا كاين اجواء، كاين مغاربه بزاف، كاين الناس، كاين ديك الاجواء الحماسيه في الدار، كتبقى بوحدك مع الحيط، ما عندك كيفاش دير تفرح. كنتمنى ربي يوفقهم حيت عندهم واحد الضغط كبير كبير بزاف، والله يحسن عوانهم وان شاء الله يا ربي يفرحونا كاملين. كنتمنى الربح واخا على الاقل غير واحد زيرو، كنتمنى من كل قلبي كما كيتمناو المغاربه كاملين، ان شاء الله يا ربي يكون خير. خدم المنتخب المغربي في هذه المسابقه واش قدرنا نرجس خلاقه انها تمشي لقطر وتشجع العين؟ لا الصراحه ما نقدرش حيت بنتي صغيره باقا بيبي، ما نقدرش نخليها ونمشي، ولكن في كاس العالم الجاي نقدر نمشي ان شاء الله. بعيدا عن الاجواء، شنو تبغي تكون الجمهور اللي كيتابع نرجس خلاقه كنبغي نقول لهم انا كنبغيكم بزاف وكنشكركم بزاف على الحب ديالكم ليا، وان شاء الله في رمضان غنطلل عليكم بجوج ديال الامان، ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. الله يحفظكم. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.